على بعد حوالي 200 متر عن عين العاطي بإقليم الراشدية بمنطقة أوفوس، يوجد كذلك هناك متاحف للديناصورات، حيث هذه المنطقة تعرف يعني عمليات الحفريات للبحث عن بقايا الديناصورات، فهي توجد فيها العديد من بقايا الديناصورات، وهذا مجسم لأحد الديناصورات التي عاشت بالمنطقة، كما توجد متاحف أخرى لعدة ديناصورات عاشت بهذه المنطقة. فالمغرب يعتبر كنز طبيعي أحفوري للعلماء. اللهم اجعلني طيب القلب صبورا على تعب الحياة، كريما مبسوط اليد. اللهم إنك حسبي ووكيلي وقوتي وضعفي، اللهم إنك أنت جابرك طيب جرحي. يا رب لا تجعل حاجتي أو راحتي ولا سعادتي. إذن عين العاطي، عين العاطي هي عين اكتشفها مهندسون وتقنيون في منبع وتزيز، وأطلق عليها الحسن الثاني هذا الاسم، اسمها بعين العاطي، سميت بعين العاطي، وأصبح منذ ذلك الوقت مكانا يزوره السياح في كل مكان في المغرب. فالاسم أطلقه الحسن الثاني على هذه العين التي اكتشفها مهندسون وتقنيون نابعة من وتزيز. وتزيز إذن إلى عين العاطي. عين العاطي ديال الشامو، الشامو كيحسي مامو، الشامو كيحسي مامو، الشامو كيحسي مامو. عين العاطي، عين العاطي ولا في حليب الناقة؟ سيد المولى في حليب الناقة، حليب الناقة يا بوي، يا بوي، يا بوي حليب الناقة. عين العاطي، أنا أعطيك العاطي، لا تشاطي، لا تواطي، لا هم يحزنوا. صورة تمك؟ هذه هو الصورة، كنعملها الفيديو، ما تعمل مخرج منه تصور. هكذا كانت عين العاطي منفجرة، لكن مع الأسف نضبت اليوم وأصبحت مجرد خلاء ومنطقة قاحلة مع الأسف.